كلنا محتاجين حد في حياتنا، صاحب يسأل عليه، يخرج معاك، يعرف ازاي يضحكك، يطبطب عليك لما تكون زعلان، يدردش معاك في الكورة، يتفرج معاك على أفلام أو يسمع معاك أغاني، شخص دايما بيدعمك، ممكن يساعدك تروح المدرسة أو الجامعة أو الشغل أو النادي، ويدافع عنك لو حد ضايقك أو يجرحك، يدمجك في الدراسة وفي الشغل وفي المجتمع، حد يحسسك إنك جزء من المجتمع، يعني يعيش معاك الحياة أو يخرجك بالحياة أو يحسسك بالحياة، صاحب بجد أحسن صاحب. ولكن في أوقات كتير بيكون صعب على الأشخاص القادرون باختلاف إنهم يعملوا أصحاب، وإحنا كمان ساعات بنشغل أو ننسى نعمل أصحاب أو نعمل فرق في حياة الأصحاب، وعشان كده في مبادرة اسمها أحسن صاحب، بتلف العالم عشان تناسب الناس اللي زيي وزيي وزيي واللي زينا، ويبقى لينا أصحاب تفهم ونتخطى معاها الحواجز، وتساعدنا نشوف جمالنا وذكائنا وخفة دمنا وأحلى ما فينا. ممكن نحتاجك تساعدنا وممكن تحتاجنا نساعدك، لأن كل واحد فينا محتاج صاحب، حتى أنا وأنا وإنت. مبادرة أحسن صاحب تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لدمج القادرون باختلاف في مصر.